هاي جوخ، صباح الخير. محل نص النهار توا عسلامة. هيا وينكم وينكم وينكم، صباح النور وينكم هالغيبة. بونجور عليكم. صباح النور، شكون معانا تو موجود؟ سالو سالو سالو، بونجور بونجور، صباح النور، صباح الأنوار. أهلا بيكم. صباح النور فاطمة، صباح الفل. بونجور عليك فاطمة. بونجور عليكم يا جماعة. هيا وينكم، نهاركم زين، نهاركم ورد، نهاركم فل وياسمين، الناس الكل. فاش تعملوا؟ روحتوا من الخدمة ولا مازلتوا في الخدمة ولا في الدار ولا طيبتوا الفطور ولا مازلتوا؟ فاش تعملوا؟ فاش هيا يا جماعة، أنا باش نحضر فطوري توا وحبيتكم تحضروا معايا. هلا صباح النور، هلا، حبيتكم تحضروا معايا، حبينا نطيبوا مع بعضنا هكا حاجة بنينة، أول مرة باش نطيبها. باش نعمل اليوم حويجة في الفخار، هاي يا جماعة، هاي هيا يا جماعه، صلوا على النبي وتعملوا طله. هاي با تاكم شويه في التليفون، معرفش برشا ضو. با يا جماعه، اليوم باش نعمل شويه تاجين مغربي. با لسم لسم الاسم تاجين مغربي، اما فيه تونسي، معناتها فاحنا فيه، معناتها تبلو كروية متاعنا وكل شيء، اما بريزونتاسيون اخرى. جاني من عند تلميذي مغربي تاجين، هذا كادو كيما تشوفوا فيه، شفتوا محليه، معناتها صغرون، معناتها شكروا متاع حد واحد يظهر لي، اما هاني باش نحاول نعبيه هكا ونشوفوا. صباح النور اشراق، اهلا وسهلا. باش نجرب اليوم كيفاش باش يطيب. جاتني استيوس من عند صديقتنا في الجروب، لازمني نبيته ساعه قبل ما نستعمله، نبيته في الماء، نحطه في الماء. هاني حطيته في الماء ليله كامله، ما نعرفش علاش حطوه في الماء، الله اعلم، ربما معناتها ما كيشيح ما يتكسرش، اما هاني باش نجربو اليوم. كاين تكسر برا برك دفعت بلا، وكاين نجح يعطيني الصحه. اي جماعه خليكم معايا باش نوريكم شنو حضرنا.
راه تنجموا تشوفوا تنجموا بون هكا نجم نقرا حتى لي كومونتي. شوفوا يا جماعه حضرت مش برشا حاجات، 3 كعبات بطاطا، كيبه طماطم، قرع اخضر، فلفل احمر في عوض الاخضر طويل، بصله، وعندي كعبات مرقيز حارين فيوحين ما نحكي لكمش على البنة متاعهم، حبيت اليوم نعملهم. دونك قبل كل شيء شوفوا، ولا نرجع هكا لتوي، خلينا نرجع تاني شوي. هكا سي بون، تنجمو تشوفوني بون. قبل كل شيء باش نحط اللحم الساعة ريتو، باش نحط اللحم، ما نعرفش نحط اللحم من اللوطة ولا البطاطا من اللوطة، ما نعرف شنو في تو نتصرف. بون انا يلزمني نقص الخضرة ساعة قبل كل شيء اللي باش نستعملها، باش نقصهم كلهم دي ترونش ودي غونديل. تبيع كان الفلفل ماهوش غونديل، دونك هاكا كيما تشوفوا معناتها هنا عطيتهم دي غونديل كبار. خليني نقص البطاطا قبل، باهي واحد يستعمل هكا باش ما يتجرحش. سيبو هيا ويكم يا جماعة، ويلكم وينكم. طيب باش نحط القرع نتاعي، باش نقصو هو زاد دي غونديل، باش نقص كل شيء باش نحطو دي غونديل. نوريكم الخشن نتاعو، خاطر نجم نخشن فيه نجم نزيد نجاودو، اما جو كروا سي بون. شكون مازال معانا؟ بون الفلفل تاعنا هاكا باش نحاول زادا نحطو دي غونديل، زي الريفي تاعي. شكون هو يكفي؟ كيما ريتو خضرة، وتو باش نحط الطماطم. بصل كيما تحبوا، باش نحط البصل باش نقصو بالسكينة هكا ترونشات كبيرة كهو. بون خضرتنا هكا مقصوصة كيما تشوفوا فيها، نحيلها لخطة. تو باش نحط الطاجين نتاعي. شوفوا البنات مانيش باش نحط زيت على خاطر اذا كان حد باش يستعمل الدجاج ولا باش يستعمل حاجه اخرى
يحط زيت على روحه. سامحوني. اما المرقاز المره فاتت كي طيبته خرج منه برشا زيت خاطر معمول بالشحم. مانيش باش نعمل زيت سينو باش توال باش نعومه بالزيت اليوم. تاكردو لا زيت قطره ماله محله مش برشا خاطر الخضره بطبيعتها كيما تشوفوا القرع فيه برشا ماء والطماطم فيها برشا ماء. دونك باش البطاطا تطيب فيسا باش نحط البطاطا ملوطه بالكل ساعه. انتو امبارح شفتوا عند صاحبتنا الهام مهبطته في الجروب شتيته الحق وعندي مده وانا نتحدد باش نطيبه. هاكا باش نحطهم. جايبه البطاطا هاي كالهام ما طول عمرك يا الهام تو كنت كنت نجمد عليك. طب شو نحط عليها مكعبات المرقاز ندورهم. لا ندحمهم هك في بعضهم شوي. شفتوا حلزونة با. او باش نعمل طبقه من القرع نتاعنا الاخضر. صباح النور وفاء صباح الفل. باش نحط الطماطم عادة الفوق بكل خط الطماطم تسيب بالماء باش يهبط معناتها الماء اللوطه على على البطاطا والقرع. دونك عندنا كعيبات الفلفل هاكا باش نحطهم. نجم نزيدو نجم نزيدو طبقة أخرى راهو هكا راه نشوف يتسكر تسكر بون نطلعوه هكا أكثر ما فيها بيس. اي جماعة اللي خلطوا علينا توا توا يسهلوا في الوحم زعما اش تعمل سامر اليوم مراني باش نعمل تجيل مغربي. هاكا كيما تشوفوا فيا قصيت الخضرة دي رونديل دي رونديل جويدين وها هاكم حطيتهم. بصل نسيت ما قصيتوش بصل نسينا ما قصيناهوش. دونك تا
نشوفوا له بلاصه. ويني انا غالبا عملت حساب هذوما نتاع تعجين مع اكبر شويه، هذا التعجين ذي تاع واحد وحده اما نورمال نورمال نورمال. بون خضره ذيك تاع نعاود نحطها في حاجه اخرى نورمال. اما باش نجيب توا صحفه يعني جيتكم ساعدني باش نصب بها اكثر، باش نحط شويه مال هنايا كذا مش نحط لكم شويه مال. طب باش نصب الفاح نتاعي شوية ملح. أمينة باروني موسى بونجور سامر يجين فيت زاد قارس وثوم يجي يزيتني. أي أمينة هاني باش نحط توا الثوم مش نحط واحدة باش نحط بين نحط في زوز مغارف ملح باش نحط ثوم بودر. حطيت مغرفه صغيره ملح فلفل احمر حط تبلو كرويه كركم باش نحط حطيت البصل وطبعا باش نحط ثوم بودر اللي حاب يحط القارس كيما قالت لنا امينه يحط على روحه بوركوا با. ها كيما ريتو انا شفتو حطيت الفحات الكل خلطتهم بعضهم في شويه ماء وهاني باش نحطهم توا باش نصبهم عليها من فوق شوفوا 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 باش نطيبو في الفور يا جماعة. ما نعرفش خفت نحطو على الغاز خاطر غازي مش بالنار بلاك خفت مشيش تكسر لي غاز ولا حاجة طو نحطو في الفور. أو بعد الخضرة تسيب ماها زادة يولوا يعوموا تاون كذا يهو تعجيني ها هكا كيما شفتوه باش نسكر عليه. ما عرفش فما حاجة نزيدها تكون يقترح عليا حاجة أخرى فمش حد آخر عنده اقتراح شنو نجم نزيدو أبار القارس أمينة ديجا فيحت ريحه الفاح وريحه المرقيز من تو معناتها مازال ما دخلش للفور فيحت ريحتهم وهو مازال برا. ما نزيد نحطو هكا كيبات بطاطا القارس يجي مع اللحم والحوت خير مش الدجاج ومرقيز سموره حطوا 180
اوكي باهي يا سيدي، هاتوا نحط القارص على خاطركم يا الهيم و 180 درجة وقداش يستغرق مني وقت زعما ابوبري حاسلو انا باش نعمل حساب نتاع نص ساعة 45 دقيقة لا هذيك البطاطا جويدة نحطوها من غادي وقت 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 قداش باش ياخذ مني وقت زعما وما حد كتب لي الوقت هاك يا سيدي باش نحط القرص من فوق الهام وينك مرجيزي في ساعة في ساعتي بنص ساعة وتفقدوا حط له ما يبل من فوق منين من هنا من هنا الماء اوكي مش هيبالي من هنا مش حط له الماء اوكي اول مره راني نطيب دونك ما تضحكوش علي يا جماعه اجتهدت انا نتسمى والعبره بالمشاركه ويطلع بنين ولا مش بنين هذيك حكايه اخرى ما مش بحذايا حتى حد اما جو كروا سي بون جو كروا شنو رايكم والله صدقوني فاحت ريحه اللحم وريحه ما شاء الله عندنا تبلو كروي يسر بنين نحن في تونس انا تحفحت ريحته زعما نسكر عليه تو وي اوكي هيا سيدي هاي باش نحطه في الفور تو نص ساعة ونشوفوا النتيجة بعد شنو باش تطلع زعما ننجح ولا ما ننجحش أما استنوني يا جماعة لحظة نجيتكم فاني شو عايشك يا إلهام هاني حاولت أنا باش نصوروا عاد قبل ما نحطه في الفور باش من بعد نهبط التصوير على الفيسبوك مشيت سرقت تليفون راجلي عجبي هيا توا كيما قلت لنا الهام من نص ساعه بالحق ماني تيب في الفول على الغاز شنعملو توا وكي تكسر الفول وكي تكسر الغاز اسراني نخاف انا من المشاكل هذيا اني باش نحطو في الفور وما نعرفش زعما ما يتهلكش توني رايكم يا جماعه توني رايكم
الهام واماني. الهام قالت لي تايتي في الفور، واماني قالت لي تيب على الغاز. شنو نعملوا تاف؟ اي عملوا لي تصويت جماعه في الفور ولا على الغاز؟ نطلع على التليفون ساخن نشوفكم. امينه تيب حتى في الفور باهي دي زونات. حسيلو اليوم اني باش نجربو في الفور، نمشي نزيد نسال مولا الفور، مولا الطاجين في الفور خير. سموحه صباح النور. وحده مغربيه هي اللي علمتني. باهي اماني، اليوم اني باش نعملو في الفور، والمره الجايه كان عجبني وعجبتني الريسيت ومعناتها ونجحت فيه نطيبو على الغاز. اماني ما نورمال كي يبدا الغاز البلاك مش نار. باش نحطو في الفور انا واماني، المره الجايه نجربو على الغاز. يا بسم الله، قولوا معايا بسم الله عادي. بارا سيدي هنا حطينا الوقت هات على اليوتيوب نجم تاجي المغربي وشوف. اوكي باهي اماني. هيا سيدي مره جايه باش نعملو على الغاز. توا الفور راني مصبحه تيتوي يسخن داكوردو، همش نحطو اليوم على الفور على شو اسمه على الفور، والمره الجايه نحطو على الغاز. باهي باهي باهي. ريماس اهلا وسهلا ريماس من القاهره، اهلا وسهلا فيكي. مرحبا باختي مرحبا. بون الباقي ماشي باش ننساه، الباقي توا نحطو في واحدة أخرى زادة ونحطو يطيب مع تنوني. هكا باش نجيب معونة اخر باش نحطهم هذوما زادة مع بعضهم. خرج البطاطات اللي عملناهم شنو طيبتوا فطوركم يا جماعة؟ شنو عملتوا فطوركم؟
يا جماعه باش نزيد نفكركم بالجو، راهو مازالو نهاري، راهو اليوم وغدوه نهار لحد بقدره ربي باش نشوف شكون اللي ربح معانا. دونك ما نوصيكمش، عليزي كتصاور ما ننسى ما تنسونيش امان، وحطوا لي انا سميكم تحت التصاور. بون بعد هاني نطلع شويه ما بصعوبه، حطوا لي اساميكم باش نعرف ديريكتومون شكون اللي مولات التصويره هذيك، فهمتوني؟ غدوه نهار لحد نصف نهار توفجو، دونك نهار لحد نخرج لكم ان شاء الله مع نصف نهار نقول لكم شكون اللي ربح. داكورتو مش يحطوا في الجماد اي اشراق، حتى انا هاني شفته وما اللي ما هبطش تصويره ما يسالش يجمجم، والله صدقوني ما هي مش باش تاكل لكم حتى وقت تك الجمجمه، جست جمجمه كهو هكا ولا اروى جمجمو باش تربحوا ولا باش تربحوا صحابكم. ربحوا صحابكم ولا اربحوا انتوما ولا جمجموا. هكا هتا نتفرج جمجو شوف كيفاش نحط معنا نزيد نفكركم بالكادو، عاد اللي يحب الكادو معليه كان يكبس روحه ويحط لنا تصويره مزيانه ويجيب اصحابه ويخلي اصحابه يجمجمولو، مسيلش اطلبوا بعضكم حبثوا بعضكم الميساج شجعوا بعضكم. سي بون سي بون سي بون، فهمتوني؟ ربحوا صحابكم باش تربحوا المات سيليكون متاع ماكارون، وعندكم لي فوتر اليمونتير زينوا بهم الجاتو باتا سكر من فوق، وعندكم لي كولور اليمونتير سان كولور، وعندكم كابوتشينو ميكر كل الاله السحريه ذيك نتاع الكابوتشينو دا كوردو كل لي كاهو هذوما يا سيدي. هاك حضرت زادة واحدة اخرى تبقى اخر هاك كيما تشوفوا فيه، هذا باش نحطو بعد يطيب وبعد نحطو في الكونجيلاتور نخملو معنتها نطيبو في وقت ناكلو في وقت اخر. اما توا ناقصتنا الصوص نتاعو كيف العادة، خليني نغبي شوية ماء ونعاود نحطو مكونات نتاعنا، ثوم بودر نحط القارص زادة يمين نحط مغرفة
ثوم بودر، هذا اللي عملناه بكري في الطاجين اللي دخلته طول الفوق. مغرفة صغيرة ملح، عجبتني اللي تفات بها ياسر. شنو براتيك؟ انا عندي واحدة سيبا من حديثة. شنو اللي نقصد بها؟ شنو الهام؟ شنو ما فهمتكش. عجبتني اللي تقص، اللي نقص بها يظهر لي. هذيك النايزر دايزر يظهر لي. استنى خليني نوريك تصويره باش نعرف كوي من بوي. هذيا تقصد بهذه الهام؟ فالاباري الخضرة هذيك كان تقصد في هذيك الهام. هذيك شريت هذول اللي عندي عامين نقص، وي شريتها عندي عامين من التيلي شوب، نجم حتى تو في الانترنت سادة تخلط عليها. نايزر دايزر فيها يظهر لي والله ما نعرفش 80 قطعة يظهر لي، ولا يظهر لي 80 قطعة. تو نتفكر ان نبعث لك اليا نبعث لك شو اسمه نبعث لك الاسم نتاع الشركة. باهي صحيح براتيك برشا، سيرتو فيها القصان نتاع ال فيها تعمل الرابي، فيها كل معناتها كل شيء يضر لي يضر لي. والله خليني نزيد نثبت، نسيت قد شويه مقاطعه بالضبط. مفيد خديتها عندي عامين تو بالضبط قبل رمضان، رمضان الفات لي رمضان اللي قبله. براتيك معناها سيرتو سلاطة، واحد كي يمشي يقص سلاطة يقصها يكون وتهبط لداخل فيه وما يتجرحش، وينجم يهزها معاه الواحد زادة من ال هاكا نصب معاها هذوما يهزوا معاه الواحد يتسكر. جيتك فيها زادة متاع سلطة مشوية، شفتوا هذيا اكل قوينة متاع سلطة مشوية، هذيك هي للدور. par exemple هذوما السكاكن اللي يتعاملوا بهم الرابي، فهمت؟ باش تقص مثلا داك لي كوب كلهم تاع فروماج خضره غله اللي هو، ومعها زاده هذه فهمت، تعمل بها الفروماج رابي ولا تعمل بها سفنيريا رابي ولا اي حاجه فهمت. والله نسيت اما اسمها نايزر دايزر، نايزر دايزر. زيت تعجبني برشا الهام، سيرتو كي بعد ما نقص الخضرة ولا نقص اي حاجة باش نستعملها بعد بنهار، مثلا نقصها فيها ضمة تتنحل كلها. صح نسكر على مواسم نتاعها، تنحيلها ال استنى تنحيلها الغطاء نتاعها، وبعد تسكر عادي الغطاء العادي. كيف ما هكا تتحط في الفريجيدير، ولا واحد يهزو معاها بيكنيك ولا اللي هو
اي سموحة موجودة زادة في امازون. أما وقتها خذيتها من تيلي شوب يظهر لي وخذيت فيها بروموسيون وقتها كل يجي التلفزة الصباح هذيك اللي تبيع خذيتها بالبروموسيون وقتها كي تطلب من الوقت كذا وكذا وقتها كانت يظهر لي 225 يورو خذيتها وقتها 180 أما براتيك معناتها أي حاجة تقص معناتها تحبها هي مستوية محلاها فما زاد يجيبوا منهم في ليدل مصغيرين معناتها ماهمش ما فيهمش برشا وحديتك السكيك تقص صغيرين بعد تجين متين تعادوا عليه 15 دقيقة توا في الفور مازال 14 نستنوا فيه ريحة المرقيز ولا نشم في هذا بحث ايه نعم نفيد فما ريحة فاوحة فما ريحة يا ربي زعما شنو باش يطلع لنا التاجين اليوم زعما شنو باش يطلع لنا التاجين اليوم وينكم يا فتيات فاش تعملوا شنو فطوركم تاو اعطوني فكرة الفطور باش نعرف غدو شنو باش مطيب ودوني بأفكار شهية با عندي فكرة توني فيت ما كملتش الفطور عندي هذية التاجين وباش نعمل سلطة عدس سلطة عدس ما عرفش باش ناخذكم معايا تأول الجهة الأخرى ما تو ناخذكم معايا خليني نلم الدنيا باش نعمل سلطة عدس العدس منفخ من البارح منفخ وحاضر هاكا كيما تشوفوا فيه حتى العظمه طيبتها باش نزين بها البصلات وكل شيء ما ناقص كان باش نحطو نطيبوه كيفاش تعملوا العدس نتاعكم انتم اعطوني رسيتكم نعطيكم رسيتي تاجين سبناخ وسلاطة ريجيم صح 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 والله يا سماحة تفطوري اليوم يتسمى راهو تاع ريجيم او التاجين راهو كل واحد وحر يطلب الخبز ولا بيش امانة راني خرجت الخبز راني جيتكم بون راني فضيت الغاز توا باش نهزكم معايا وين الغاز اما قبل كل شيء خليني نقص البصل باش نستحقوه انا سلطه العدس نتاعي نعملها سهله معناتها مش صعيبه تشوفوها نفخ العدس قبل بنهار والنهار اللي بعده جست ما نزيدش نحطه طيبه في الماء نحطه في المقله مع شويه زيت
البصل قليل البصل وبعد نحط عليه العدس وخليه يتقلب فهمتوني. راح نجبد المقلة هاي باش نهزكم معايا الجهة الأخرى هاي اعتذروني خنحط التليفون في الكاش بون حطكم على الطنجرة وين مشات التصوير يا تشوفوا فيا هاني لهنا هاني لهنا هاني لهنا بون ان شاء الله هيا ويكم كيفاش تعملوا سلطة العدس نتاعكم يا جماعة اعطوني رايكم اعطوني افكاركم تلفون هكا خير شوفوا فيا ولا مقلوب التليفون زعما عايش الزين صافا ميرسي ميرسي حسيلو المساجات راحوا خرجوا لي هكا بالعكس هاي سيدي سلطة الروز حطيتها هكا البصل كيما تشوفوا فيه حطوا هو يتقلب شوية فما حاجة زيت هو صحيح الزيت باهي وصحيح الزيت معناتها مش باهي للرجيم اما كمام الزيت راهو يقوي المطعم متاع اي حاجة معناتها تصوروا اذا كان تحطوا الحم بلاش زيت معناتها تحطوه يطيب بلاش زيت راهو مش باش يجي فاوح اما كي تحطوا معاه كثيرة زيت زيت زيتونة ولا حتى زيت نباتي عادي هاكا طيب شو اسمه مصفي مش مصفي قبل ما يتصفى نفخ هذا وصفيته
شوفوا فيا مستويه ولا مقلوبه هي ولا معوجه. حتى انا نشوف روحي مستوي اما اللي ما يسجهم اللي مقلوبين. حطينا توا العدس طب باش نفوحو بشويه ملح كمون كمون باش نحطو مقلوبه خليني نشوف كيما تخرج لي الميساجات. باهي زيدي نحب نرجعكم انا مستويين كيفاش نعمل. كبش سي الفيسبوك وما يحبش يخرج لي وحدي. اي سيدي نعلق ونعود نرجع لكم.